نظمت وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثالثة والتي أقيمت ليلا. تأتي البطولة في إطار مواصلة وادي الفروسية استضافة بطولة الفروسية المحلية والدولية عقب قيام الوزارة بتطويره وفقا للمعايير العالمية. على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط، يقع وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذي استضاف فعاليات دولية ومحلية ناجحة في رياضة الفروسية. في هذا الإطار فقد استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثالثة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، حيث تبارى الفرسان لالتقاط الأوتاد في أجواء تنظيمية رائعة. مكان من أحسن الأماكن تقريباً اللي لعبنا فيها من فترة كبيرة. الأراضي كويسة ومجهزة، حتى الأماكن اللي بتتنقل منها من أرض الأرض مجهزة بحيث أن الحصان ما يتزحلقش أو يبقى فيه أي إصابات. الأرض بتاعت الكلة نفسها حلوة جداً، تخلي الأداء بتاعي بتحسن من الأداء بتاعي أنا والحصان. المكان ممتاز وتجهيزاته ممتازة جداً، يعني ما فيش أحسن يعني أحسن مكان في مصر بالتجهيزات اللي معمولة دي يعمل بطولة، وغير كده كمان هو المكان جاهز إن هو يعمل أكتر من إيفنت في نفس اليوم. أحب أشكر وزارة الداخلية على التنظيم الجميل للبطولات والإتاحة الفرصة لفرسان يقدموا أفضل ما عندهم. البطولة أقيمت ليلاً في ظل تمتع الوادي بمنظومة إضاءة ليلية متطورة تتفق مع المعايير الدولية في رياضة الفروسية، وتأتي انعكاساً لما تليه وزارة الداخلية من اهتمام بهذه الرياضة. بشكر نادي وادي الفروسية بسبب الأرض والضوء والأرض الكلة، بنيجي هنا مرتاحين. من أكتر الأماكن اللي فيها نظام من أول البوابة لحد ما انت بتخش جوه الارض، حتى بلاقي ناس كتير يعني عاملين جوه هنا اساعدك في حاجه، يعني اخدمك بحاجه، ودي حاجه مش متوفره في كل الاماكن. احنا في كل مره بنبقى منبهرين ان البطوله بتتنظم احسن من المره اللي قبليها. نحب نشكر وزاره الداخليه على المجهود العالي جدا اللي احنا شايفينه دوت. تواصلت فعاليات البطولة على مدار يومين وسط إشادة كبيرة بإمكانات الوادي التنظيمية وملاعبه ذات المقاييس العالمية، فضلاً عن وجود فندق لإقامة اللاعبين وأسطبلات خاصة بالخيول مجهزة بالخدمات البيطرية، إضافة إلى تصميم غرفة التحكيم بما يمكن الحكام من رؤية جميع الملاعب من زوايا واضحة. المكان محافظ عليه زي كان يوم الافتتاح، ودي حاجة كويسة جداً. الصيانة المداومة، التجهيز في الميدان والأرض مخلية المكان غير طبيعي. نشكر وزارة الداخلية على توفير مكان زي وادي الفروسية عنده القابلية على استضافة جميع أنواع البطولات، بالخدمات اللي موجودة في المكان والإضاءة والتجهيزات الأراضي اللي موجودة بتساعد الفرسان يطلع أحسن ما عنده. ختام فعاليات البطولة شهد تسليم الفائزين كؤوس وميداليات، ليأتي تتويجاً لبطولة أخرى ناجحة يستضيفها الوادي، المستعد دائماً لمزيد من البطولات على المستويين المحلي والدولي في رياضة الفروسية. منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية، استقبل وما زال يستقبل منافسات دولية ومحلية في رياضة الفروسية، وسط إشادة كبيرة من المشاركين بتجهيزات الملاعب التي تراعي المعايير الدولية في هذه الرياضة، وهو ما كانت تسعى إليه وزارة الداخلية واستهدفته من تطوير هذا الوادي، الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.